الانتخابات الرئاسية في مصر عندنا أربع مشاهد نشرتها الصحف المصرية. الأربع مشاهد بتشكل معا شكل الانتخابات أو جانب من مقدمات الانتخابات الرئاسية في 2011. المشهد الأول الأستاذ إبراهيم عيسى في الدستور كتب بيقول إن سيادة الرئيس بدأ يمارس نشاطه السياسي والرئاسي في شرم الشيخ، وقال إبراهيم عيسى ملاحظتين أساسيتين في استقبال الرئيس مبارك للمسؤولين المصريين في شرم الشيخ. الملاحظة الأولى أن سيادة الرئيس قابل المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع منفردا قبل ما يقابل الوزراء المصريين. وقال إبراهيم عيسى أن لقاء الرئيس بالمشير ترتيب يعطي دلالة وإشارة واضحة إلى أولويات وطن ورئيس في هذه المرحلة. والملاحظة الثانية إن الدكتور نظيف والدكتور يوسف بطرس غالي خرجوا من عند الرئيس وشهم محمر شوية ومكتئبين وما قالوش ولا كلمة ولا هزروا، فيا ترى سمعوا كلام صعب جوه ولا يا ترى سيادة الرئيس أشار إلى احتمال تغيير وزاري قد لا يكون فيه أحمد نظيف ولا يوسف بطرس غالي؟ إنما الملاحظتين في المشهد الأول أن المشير التقى الرئيس قبل كل المسؤولين، وأن أحمد نظيف ويوسف بطرس غالي خرجا دون ابتسامة واحدة. المشهد الثاني الوزير أحمد أبو الغيط هاجم عمرو موسى، وأول مرة أحمد أبو الغيط يهاجم مباشرة عمرو موسى. أحمد أبو الغيط اشتغل مع عمرو موسى كتير جدا وكان مدير مكتب عمرو موسى لما كان عمرو موسى وزير الخارجية، وعمرو موسى هو اللي أهل أحمد أبو الغيط لهذا المنصب. أحمد أبو الغيط قال إن عمرو موسى مسؤول دولي لأنه هو أمين عام جامعة الدول العربية وما ينفعش إن هو يتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. وقال أحمد أبو الغيط أنا بأحذر عمرو موسى من التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، فإن عمرو موسى بقى مسؤول أمريكي أو مسؤول بريطاني أو مسؤول ألماني، ممنوع عمرو موسى يقول كلام في الشؤون الداخلية المصرية. عمرو موسى قال للدستور بعدما نشرت الشروق التصريحات التي هاجم فيها أبو الغيط عمرو موسى، فعمرو موسى بكل دبلوماسية قال لا أبو الغيط ما هاجمنيش ولا حاجة ما انتقدنيش وكلنا مصريين مهتمين ببلدنا. الدستور بتقول إن في حال إن سيادة الرئيس ما يرشحش نفسه مرة تانية عمرو موسى كان كلامه واضح إن هيكون لنا قول آخر، إذا سيادة الرئيس ترشح عمرو موسى معاه، إذا سيادة الرئيس ما ترشحش عمرو موسى قد يفكر جديا في الترشح لمنصب الرئيس. الدستور بتقول إن عمرو موسى اشتغل مع سيادة الرئيس 30 سنة في مواقع مختلفة وإن عمرو موسى بيحظى بشعبية كبيرة وأنه يفكر في المنصب. المشهد الثالث برضه بطل الوزير أحمد أبو الغيط قال للصحف إن هو مش مهتم بما حدث لأنصار البلد في الكويت، وقال إن لا شأن لنا يقصد الخارجية المصرية بما يقوم به مصري في الخارج، ده ما يهمش الوزير والوزير مش مهتم بيه من قريب أو بعيد. ندوة المصريين اللي في قطر اللي راح أستاذ حمدي أنديل واجتمع مع 300 من المصريين مؤيدين للبلد في قطر، قال الوزير أبو الغيط شبه تحذير إن أي دولة هتعمل فعاليات أو مؤتمرات أو ندوات لأنصار البلدعي في بلدها تعرف إن ده هيأثر على علاقتها بمصر، وده أول تحذير يطلقه أبو الغيط لدول عربية قد ترعى أنصار البلدعي في عواصمها. والمشهد الرابع والأخير دكتور البلدعي رايح أمريكا ودلوقتي في ناس في قطر قالوا ان هم مؤيدين ليه وناس في الكويت لبسوا تيشيرتات خاصه بيه فالدنيا سخنت. دكتور البلدعي بيراهن على ان في 8 مليون صوت مصري في الخارج. 8 مليون ما فيهمش لعب، فهو بيرسم على ال 8 مليون صوت اذا جاز التعبير. لكن الحزب الوطني هو كمان انتبه وبدا الحزب الوطني يبعت بروشورات او منشورات للسفارات والقنصليات المصرية في الخارج عشان يستقطب ملايين الأصوات المصرية اللي موجودة في الخارج. وكمان الحكومة المصرية عملت صندوق لرعاية المصريين في الخارج عشان البلدعي ما يستأثرش بتعاطف
التمانية مليون صوت اللي موجودين في الخارج. تلكم هي المشاهد الأربعة في مقدمات الانتخابات الرئاسية.